السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصحيح الامتحان التجريبي المؤهل لامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة يونيو 2021 مادة اللغة العربية. نبدأ على بركة الله. نبدأ بداية بقراءة النص. يستطيع كل إنسان أن يكون مواطنا صالحا، وذلك بأن ينهض بواجبه نهوضا متواصلا ويخلص في عمله بما يفرضه الشعور بهذا الواجب. يحب وطنه ويدافع عن مكتساباته ومقومات حضارته كلها. فالمواطن الصالح نفسه هو الذي يقوم بعمله على الوجه الأكمل، سواء كان تلميذا يتابع تعليمه، أو تاجرا يتعاطى التجارة، أو صانعا يشتغل في مصنعه، أو موظفا يدير شؤون مكتبه. إن كل بلاد تطلب التقدم الصناعي وتبحث عن السبل ليصبح اقتصادها أكثر قوة، تحتاج إلى إخلاص أبنائها في كل ميدان من ميادين العمل رغبة في تحقيق هذا الطلب. فعندما يجعل كل مواطن ضميره رقيبا على نفسه، يبتعد عن التقصير ويسرع لأداء واجبه في حينه، ويحقق الفوز والتقدم لوطنه. بالنسبة للامتحان، أحد المتتبعات الكريمات أرسلته لي عبر تطبيق واتساب وقالت لي عفاك إلا كان ممكن تصحيح، أنا كنقوم الآن بالتصحيح ديالو. المجال الرئيسي الأول القراءة. أحدد نوعية النص مما يلي: هل هو سردي، إخباري، وصفي، توجيهي، أو حجاجي تفسيري؟ إذن النص هو حجاجي تفسيري. أكمل شبكة مفردات الوطن. شبكة مفردات الوطن، التضحية مثلا، التضحية. الواجب، الانتماء، التضحية، الواجب، الانتماء. الحضارة. أصل كل جملة بمعناها. حقق التاجر أرباحا. حقق القاضي مع المتهم في القضية. حقق ما كان يتمنى. حقق النص أو الكتاب. إذن حقق التاجر أرباحا هي أنجز، جمع أرباحا، أو أخذ أقواله فيها، أو تثبت منه بطرق التحقيق. إذن حقق التاجر أرباحا، جمع التاجر أرباحا. حقق القاضي مع المتهم في القضية، إذن أخذ أقواله فيها. لاحظوا معي كلمة حقق لدي عدة معاني حسب سياق الجملة. حقق القاضي مع المتهم في القضية، أخذ أقواله فيها، حقق ما كان يتمنى، أنجز ما كان يتمنى. بالنسبة لحقق النص أو الكتاب، تثبت منه بطرق التحقيق. أضيف صفات إلى الكلمة الآتية: المواطن. إذن المواطن المحب، المواطن المخلص، المواطن الصالح. إذن المواطن المحب، المواطن المخلص، المواطن الصالح. أتمم عائلة كلمة وجب. إذن وجب، واجب، وجوب،
أو وجبة. أضع علامة في الخانة المناسبة بعد الجمل، هل هي صحيحة أم خاطئة؟ المواطن الصالح يقوم بواجبه دائما. نعم صحيح، المواطن الصالح هو من يقوم بواجبه دائما. المواطن الصالح يحب وطنه ولا يدافع عنه. خطأ، المواطن الصالح يحب وطنه ويدافع عنه. إذن هذه العبارة خاطئة، سنضع علامة في خانة خطأ. المواطن الصالح يجب يحب وطنه ويدافع عنه. نعم صحيح، المواطن الصالح يحب وطنه ويدافع عنه. لماذا يحتاج الوطن إلى مواطن صالح؟ إن كل بلاد تطلب التقدم الصناعي وتبحث عن السبل ليصبح اقتصادها أكثر قوة. إذن تحتاج إلى إخلاص أبنائها في كل ميدان من ميادين العمل رغبة في تحقيق هذا الطلب. إذن لماذا يحتاج الوطن إلى مواطن صالح؟ ليصبح قوة اقتصادية أكثر. إذن ليصبح قوة اقتصادية يصبح قوة اقتصادية. استخرج من النص عبارات تحدد صفات المواطن الصالح. المواطن الصالح ينهض بواجبه نهوضا متواصلا. إذن ينهض، أن ينهض بواجبه نهوضا متواصلا، أن ينهض بواجبه نهوضا متواصلا. العبارة موالية. ويخلص في عمله بما يفرضه الشعور بهذا الواجب. يحب وطنه ويدافع عن مكتسباته ومقوماته الحضارية. إذن ويخلص في عمله بما يفرضه الشعور بهذا الواجب. ويحب وطنه، يحب وطنه ويدافع عن مكتسباته، ويدافع عن مكتسباته ومقومات حضارته كلها، ومقومات حضارته كلها. إذن عبارة تحدد صفة المواطن الصالح، أن ينهض بواجبه نهوضا متواصلا، ويخلص في عمله بما يفرضه الشعور بهذا الواجب. يحب وطنه ويدافع عن مكتسباته ومقومات حضارته كلها. إذن السؤال الموالي، أكتب الفكرة العامة للنص. الفكرة، أكتب هنا الفكرة العامة للنص والفكرة الرئيسية لكل فقرة. إذن الفكرة العامة للنص، بالنسبة للفكرة العامة للنص يتحدث النص عن صفات المواطن الصالح الذي يساهم في تطوير بلاده اقتصاديا. يتحدث النص عن صفات المواطن الصالح، المواطن الصالح الذي
يساهم في تطور بلاده اقتصاديا، في تطور بلاده اقتصاديا. هذه هي الفكرة العامة للنص. صفات المواطن الصالح الذي يساهم في تطور بلاده اقتصاديا. بالنسبة للفقرة الأولى، فكرة رئيسية الفقرة الأولى، صفات المواطن الصالح. صفات المواطن الصالح. الفكرة الثانية، المواطن الصالح، المواطن الصالح من ركائز تقدم الوطن، من ركائز تقدم الوطن أو من مقومات تقدم الوطن. ألخص النص في بضعة أسطر انطلاقا من الأفكار الأساسية. المواطن الصالح هو الذي يقوم بواجباته تجاه وطنه ويحبه ويدافع عنه سواء كان تلميذا، نتذكر أفكار النص، تلميذا أو تاجرا أو مواطنا. عفوا، أو موظفا، أو موظفا. ويساهم كذلك في تقدم وطنه حتى يصبح قوة اقتصادية كبرى. إذن المواطن الصالح هو الذي يقوم بواجباته تجاه وطنه ويحبه ويدافع عنه سواء كان تلميذا، سواء كان تلميذا أو تاجرا أو موظفا. ويساهم كذلك في تقدم وطنه حتى يصبح قوة اقتصادية كبرى. قال الكاتب: يستطيع كل إنسان أن يكون مواطنا صالح. استخرج القيمة التي تشير إليها هذه القوة القولة. يستطيع كل إنسان أن يكون مواطنا صالحا. إذن القيمة التي تشير إليها هذه القولة هي قيمة المواطنة. ورد في النص أن تحتاج إلى إخلاص أبنائها في كل ميدان من ميادين العمل رغبة في تحقيق هذا الطلب. أبدي رأيي في هذه الفكرة، إذن سأشاركها معكم فقط شفهيا. الوطن لابد له من أي وطن لابد له من وطن صالح. هذا المواطن الذي لا يتوانى عن عمله ويدافع عن وطنه ليصبح متطورا ومتقدما في كافة المجالات. إذن لابد لكل وطن من مواطن صالح، لابد من كل لكل وطن مواطن صالح.
لا يتوانى في عمله ويدافع عن وطنه ليصبح متقدما في كافة المجالات. إذن المجال الرئيسي الثاني، المجال الفرعي الأول، الصرف والتحويل. أحدد نوع الأفعال وأوظفها في جمل. لدي الفعل نهض، نهض فعل سالم، صحيح سالم. المواطن الصالح ينهض بوطنه. يمكنكم تجيبوا جملة أخرى. المواطن الصالح ينهض بوطنه. دار لاحظوا معي فعل معتل الوسط، ماذا نسميه؟ أجوف. فعل معتل الوسط يسمى أجوف. أدار اللاعبون الكرة بينهم. إذن أدار اللاعبون الكرة بينهم. دق فعل مضاعف، فعل هنا لدي دقق، دقق دقق، إذن فعل مضاعف. أعتذر، حقق، حقق فعل مضاعف، حقق الشرطي في الجريمة. أكمل باسم الفاعل أو اسم المفعول المناسب. صانع، مستعمل، منشغلة، مستفادة. إذن الهاتف الذكي، الهاتف الذكي مستعمل لأغراض متنوعة. إذن مستعمل، مستعمل لأغراض متنوعة. يتفانى كل صانع، اسم فاعل صانع، في إتقان عمله، في إتقان عمله. التاجرة منشغلة، منشغلة بتجارتها. عبر ودروس كثيرة مستفادة، مستفادة من هذه القصص. إذن عبر ودروس كثيرة مستفادة من هذه القصص. أكتب اسم الزمان أو اسم المكان المناسب في لكل جملة. مطلع، موطن، موعد، مستودع. المغرب عفوا، المغرب حضارات ضاربة في التاريخ. إذن المغرب موطن، موطن حضارات ضاربة في التاريخ. منذ الفجر والعاملات مثابرات يلتحقن بالمختبر. إذن منذ مطلع الفجر، منذ مطلع، منذ مطلع الفجر والعاملات المثابرات يلتحقن بالمختبر. حدد العلماء عودة الحياة إلى طبيعتها. إذن حدد العلماء موعد عودة الحياة عفوا إلى طبيعتها. وضعت الحواسيب في مستودع خاص. إذن في مستودع، خاص لحمايتها. إذن وضعت الحواسيب في مستودع خاص لحمايتها. السؤال الموالي، أصوغ اسم الآلة من الأفعال الآتية. لدي الفعل نشر. إذن اسم
اسم الآلة من فعل نشر، منشار على وزن مفعال من شار، قص مقص اسم الآلة من فعل قص مقص. أكمل الجدول، لدي فعل وسنستخرج منه اسم التفضيل، سنصوغ منه عفوا سنصوغ منه اسم التفضيل فضل أو أفضل أفضل أفضل. صغر أصغر أصغر. السؤال السادس، أكتب العدد بالحروف وأختار المعدود المناسب. إذن في مختبر العلوم 24 24 سنقول حاسوبا أم حاسوب أم حاسوب. إذن 24 حاسوبا حاسوبا. تتعاون 10 مخترعات. إذا سنختار المعدود ومخترعات مخترعات في هذا المشروع. يواجه الخبراء، إذا لدي هنا عقبات، إذا 4 عقبات. السؤال السابع، أتمم بالجمع المناسب. كنعتذر ولكن شكون اللي في حالنا حمقهم الناموس، ما عرفش السبب ديال تواجد واحد الناموس اللي كيقرص واحد القرصه خطير، داكشي تشكل حبس كل مره الفيديو. أتمم بالجمع المناسب، الخبراء تحديات حلول مصابيح. يواجه العالم ماذا؟ ماذا يواجه العالم؟ يواجه العالم تحديات كثيرة. إذن تحديات كثيرة. يبحث خبراء عن حلول ناجعة للتخفيف من تلوث الكون. إذن يواجه العالم تحديات كثيرة، يبحث الخبراء عن حلول ناجعة للتخفيف من تلوث الكون. المجال الفرعي الثاني، تراكيب، أنتج جملا على حسب المطلوب. جملة تتضمن فعلا مضارعا منصوبا بلن مع الشكل مع شكل الفعل. إذن لن أتهاون في الدفاع عن وطني مثلا، نبقى في نفس المجال في الدفاع، ما بغيتش نخرج من الجمل اللي كيطلبوا منا المجال اللي كنشتغلوا عليه اللي هو حب الوطن. في الدفاع عن وطني، جملة تتضمن فعلا مضارعا منصوبا بأن مع شكل الفعل. مثلا
لابد أن يقوم جميع بواجبهم نحو أوطانهم أو وطنهم. إذن لابد أن يقوم الجميع بواجبهم نحو أوطانهم أو وطنهم، نستطيع أن نقول أيضا وطنهم. أنجز المطلوب، أدخل أداة جزم وأشكل الفعل المضارع. إذن هنا يتخلف عن مواجهة الخصم، إذن لم يتخلف، عن مواجهة الخصم. لدي هنا أقمي بأداة جزم وأشكل فعل الشرط وأكتب جوابه المناسب. إذن من يثابر، ينجح في عمله، من يثابر ينجح في عمله. أكمل الجمل بما يناسبها من أفعال خمسة أو أسماء خمسة، مما يأتي: المغاربة. ماذا سوف نقول؟ المغاربة بالأعياد الوطنية والدينية، يحتفلوا أو يحتفلون أو يحتفلان. إذن يحتفلون المغاربة، يحتفلون بالأعياد الوطنية والدينية. أنت أيتها المواطنة تنهض، تنهضي بواجبك. إذن ماذا نقول؟ تنهضين، بواجبك نهوضا متواصلا، تنهضين بواجبك نهوضا متواصلا. حقق، حقق أبوها أو أباها أو أبيها. إذن حقق أبوها أرباحا، في تجارته لإخلاصه وأمانته. إذن حقق أبوها أرباحا في تجارته لإخلاصه وأمانته. أركب جملا مفيدة حسب المطلوب، جملة تحتوي توكيدا لفظيا مستعملا أو مستعملة كلمة الواجب. إذن توكيدا لفظيا: قمت بالواجب، أو أنجزت الواجب، جملة تتضمن توكيدا معنويا مستعملا جميعا. حضر الجنود جميعهم. أتمم جملا بالتمييز الملائم: نخلات، حبا، جوزا. إذن ازداد المواطن، ماذا نقول لوطنه؟ إذن ازداد المواطن حبا، لوطنه. باع التاجر 50 كيلوغراما نخلات أم جوزا؟ إذن كيلوغراما جوزا. ماذا سوف يبيع التاجر؟ إذن باع التاجر 50 كيلوغراما، جوزا. غرس البستاني 5 نخلات. السؤال السادس: أكمل الجمل بحال مناسبة. استقبلت المسؤولة المواطنين
حال مفردة توجه العامل إلى عمله وهو هنا عندي حال جملة اسمية وهو فرح. توجه العامل إلى عمله وهو فرح أو وهو نشيط. السؤال السابع، أعرب الكلمات التي تحتها سطر حسب موقعها في النص. مواطنا، ينهض نفسه قوة. إذن مواطنا، ما هو إعراب مواطنا؟ أن يكون مواطنا. إذن مواطنا هي خبر كان، خبر كان، خبر كان. ينهض فعل مضارع منصوب بأن، أن ينهض، أن ينهض فعل مضارع منصوب بأن. فالمواطن الصالح نفسه إذن هو الذي يقوم. توكيد معنوي وهو مضاف الهاء مضاف إليه. إذن توكيد معنوي وهو مضاف، نفس توكيد معنوي والهاء، الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، مضاف إليه. قوة، 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 أكثر قوة، تمييز منصوب، أكثر قوة. إذن تمييز منصوب. المجال الفرعي الثالث، الإملاء. دائما الظواهر اللغوية أكمل بهمزة وصل أو قطع. إذن عندي هنا إن، إذن إن، إن المواطن همزة وصل صالحة من يواظب على إنجاز همزة قطع الواجب المطلوب همزة وصل. إذن إن المواطن الصالحة من يواظب على إنجاز الواجب المطلوب منه. أكتب بنو أو ابنو وفق المطلوب. إذن ابن سيدنا عالم عربي مشهور. إذن ابن هنا تكتب هكذا لأنها في أول الكلام. ابن سيدنا عالم عربي، ابن سينا عفوا، ابن سينا عالم عربي مشهور. خالد، خالد، خالد بن الوليد. لاحظوا اسمين علمين، اذا سوف تحذف الف بن لانها وقعت بين اسمين علمين. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد اكثر الصحابة شجاعة. اتمم بالالف المناسبة. اذا سماء، سماء، اذا الف لينة. عصا ايضا. مشى ألف مقصورة. منتهى أيضا ألف مقصورة. أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. صار كتب مؤلف، مؤلف الهمزة على الواو، مؤلف لأن قبلها ضمة. مؤلف الكتب ذائع الصيت أو ذائع الصيت أو ذائع الصيت.
إذا هنا الهمزة تكتب على الياء لأنها مكسورة وقبلها سكون ميت ذائع، تكتب على الياء. قرأ القارئ أو القارئ أو القارئ. إذن الهمزة على الياء لأن قبلها كسرة، القارئ على الياء. نص ببطء أو بطء، الهمزة على السطر لأن قبلها سكون، حي، بطء شديد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. إن شاء الله التعبير الكتابي أندرج لكم في فيديو منفصل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.